ازيكم؟ النهارده جايين بوصفه بقى حلوه. انا مش من انصار الحلوه قوي عشان الرجيم، بس يلا النهارده هعمل الرواني لصديقه عزيزه عليا طلبته مني فهعمله لها. الرواني كيكه سهله قوي ومقاديرها بسيطه وطعمها تحفه. طبعا نبدأ مع بعض بالمقادير، بس قبل ما أبدأ لو ما اشتركتيش في قناتي اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك أي حاجة جديدة هبعتها. هنبدأ في المقادير بقى. عندي نص كوباية سكر، هو المفروض المقادير بالجرامات، بس أنا عيرتها وعملتها لكم بالكوبايات المعيارية. السكر 100 جرام، يعني نص كوباية. الدقيق المفروض ان هو 85 جرام دقيق عادي و15 جرام دقيق سميد او سيمولين. 85 جرام طلعوا معايا نص كوباية ومعلقة كبيرة، نص كوباية دقيق زائد معلقة كبيرة دقيق، والسيمولينة 15 جرام يعني معلقة كبيرة زي كده، و4 بيضات، وكوباية سكر دي هستخدمها في الشربات، هعمل بيها الشربات، والجوز الهند حاجة بسيطة بس كده هنزوق بيها الوش. بس هي دي مقاديرنا، مقادير سهلة اوي. هنبدأ على طول، هاخد السكر ده بتاع الشربات وابدأ اعمل الشربات. كوباية السكر دي هحط عليها كوباية ونص مية، لان هو الشربات بتاعه خفيف. وهشغل بقى النار على طول عليها. اول ما تغلي هحط لها نص ليمونة واسيبها 10 دقايق واطفي عليها. هنيجي بقى في المقادير بتاعتنا. هبدأ وصفة الكيكة. هاخد البيض مع السكر في حاجة استانلس، اي حاجة عندي لاني هحطه على النار، فاي حاجة تتحط على النار. هاخد السكر مع البيض اهو، انا هحطه على النار مجرد 10 دقايق، مجرد ان هو يدفى بس مع التقليب المستمر. انا عايزاه دافي مع التقليب المستمر عشان البيض ما يستويش. اهو البيض على النار، اهو حطه على النار مع التقليب اهو باستمرار. اول ما يطفي ده هحسه بايدي دافي واطفي عليه. ده هيدينا بقى في فوليوم عالي قوي، فهتبقى النتيجة ناجحة 100%. اهو هجسه بايدي لسه ثواني. هبدأ بقى اضربه عادي. انا هفضل اضرب فيه لحد ما يعمل لي فوليوم كبير قوي. هي نفس فكرة الكيكة الاسبونج، اول ما يعمل فوليوم كبير هوقف. اول ما يديكي علامه بق ديك، اول ما يديكي علامه اسمه ايه المنقار، منقار بتاع الديك، هوقف. هوريكم انا هفضل اضرب لحد ما اشوف انا محتاجه لحد فين، وهوريكم امتى توقف. اهو بصوا
هو ده عرف الديجل اللي انا عايزة اوصل العلامة دي. اول ما اوصل العلامة دي خلاص انا كده هوقف الضرب، وهبدأ بقى بالسباتيولا وهنزل الدقيق واحدة بواحدة، الدقيق الابيض مع دقيق السميد او السيمولين، هنزل شوية بشوية وهقلب واخد في النص، يعني مش هكمل التقليبة كده اهو بدوران كده من النص عشان ما ضيعش الفوليوم اللي انا عملته اهو كده. اول ما يختفوا هنزل غيرهم، واحنا بنحطش مادة رفع، احنا بنعتمد على البيض عشان كده هو بيبقى هش وجميل. هلف بالراحة عشان ما ضيعش الهواء اللي دخلته، حط تاني لحد ما اخلص المقدار كله. انا حطيتها في صينية اهو، بعد ما حطيت الدقيق كله حطيتها في صينية ارتفاعها صغير، يعني لان هي مش هترتفع كتير، وهدخلها الفرن على 180 وهوريها لكم بعد ما تطلع. ودي شكل الرواني بعد ما طلع اهو، سقيته بالشربات، شربات بارد وهي سخنة، ورشيت الوش بجوز الهند وألف هنا وشير كتير لايك كتير، وشكرا بجد على 500، بس ان عدينا 500 مشترك، ويلا شدوا حيلكم اكتر معايا ويلا بقى.